نتطلع إلى الأعلى، ننظر إلى النجوم ونغرق في الأحلام. فما تراه يحمل إلينا العام الجديد؟ وهل سيكون العام 2013 أفضل؟ ولنجد الإجابة تكثر التوقعات وتكثر كتب الأبراج. البعض يبحث عن قدره في فنجان قهوته، في أوراق اللعب أو في راحة يديه، وفي كل الوسائل أحياناً. المهم أن نسمع ما نريده ونتمناه، فتأتينا التوقعات والتنبؤات، ترضينا أحياناً وتحزننا أحياناً أخرى، لكن لا مهرب منها سواء أصابت أو أخطأت. فمع مطلع كل عام تتنافس شاشات التلفزة والفنادق والمطاعم على استضافة من نناديهم بالعلماء أو علماء الغيب، لكن الأهم التوقعات التي لا مفر منها. سوف يشهد العالم ولادات بالملايين ووفيات بالملايين أيضا. هناك احتمال زلزال أو فيضان أو تفجير بركان أو هزة في مكان ما في العالم. هناك تشابك أياد في نشرات الأخبار، من غير الواضح إذا كانت مصالحات أو خناقات. هناك مسارح كثيرة، مسرح جريمة أو مسرح لجمهور فني، يجوز الوجهان. وهناك 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 ما نستطيع توقعه، وهذه المرة قد نصيب، أن هؤلاء هم أصحاب المهنة التي تشهد زحمة سنة بعد سنة. فماذا يتوقع ضيوفنا للعام 2013؟ أي صفات من صفات برجهم تنطبق عليهم؟ وأي صفات بعيدة كل البعد عنهم؟ وبعيدا عن التوقعات والأبراج، منا للجميع أفضل التمنيات بالعام 2013. قبل ما نشوف توقعات ضيوفنا وشو هن كمان برأيهم رح يصير أمنيا وسياسيا وكل الأخبار ممكن تكون موجودة بذهنهم، ليش لا، ممكن يصيبوا كمان هن ويعملوها شغلة من هلأ ورايح. خلينا نشوف ريما. ريما، برأيك هيك شعوريا، مين أكثر من حدا من ضيوفنا بيقدر يتوقع والناس تصدقه؟ ألين لحود. أوكي، ليه بتعرف تكذب؟ بتعرفي بعض مرات بتحسي انه في ناس الكاريزما اللي عندها فيها صدق كثير، يعني شو ما قالت رح صدقها حتى لو كانت مش عم بتقول كل الحقيقه. ماشي ما عندك علي، خليني ابلش معك. لكن ضويت ولا ما ضويت؟ لا، هي عم تحكي عن التاثير الشرير هيدا. انا بحس المهارات التمثيليه. قولي لنا شو توقعاتك علي؟ ما تنقول عنها. اول شيء في تسونامي من نوع جديد بده يجتاح لبنان، وهو عودة كل المغتربين على لبنان. انا شايفته كلهم راجعين لهم. رح يتم تشريع الزواج المدني واقراره. يا ريت كمان على كفالتي. رح يتحول شكل خريطة لبنان لقلب، لانه كل الناس رح تصير تحب بعضها عن جد. انا باكد لك هاي بالاحلام. بكره هيك وقت بيدرسوا جغرافيا تلاميذ بحسوا انه بحبوا بعض، بس في تاثيرات هلا مو بعض. ايه هن كثير، بس يحبوا بعض زياده ان شاء الله. رح يتوقفوا جميع المنجمين عن العمل، لانه رح يبطل في ولا مصيبه يحكوا فيها. حيتوقعوا لك تختفي اذا هيك. ولا مصيبه بقى يحكوا فيها. واخر شيء، في قانون رح يتطبق بلبنان، هو السجن المؤبد لكل واحد بيغني بكل شيء الا بصوته. حيعجق السجن. خلينا نروح على توقعاتك كريستينا. اول شيء بتوقع شيء للمتوقعين كمان مثلها؟ لا، هي يتعطلوا عن العمل، يمكن يغنوا اذا تعطلوا. ما انت لحالك مشكله، يبقى مباح هيدا الشيء. ليك انا ما بدي على حدا يصطفله، كل واحد ياخذ رزقته بالنتيجه. صح. يلا هات لنشوف. حضروا حالكم كمان، ما تنقول عنك مش عم نقول عيونك من اول حلقه. عم صلح لك الاخطاء القواعد اذا في لا، ما انا طبعتهم اصلا. في كم شغله صلحتهم بخط ايدي. اوكي. يلا يا كريستين. اوكي، خمس توقعات. اول واحد منهم رح ينشا حزب جديد يلغي كل الاحزاب الحاليه ويوحد اللبنانيه. شو لونه؟ يمكن بس يختلفوا على اسمه. شو لونه؟ يمكن رينبو. حلو. ويمكن بلا لون، ترانسبارون. بلا لون بدنا 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 لا بلا لون يعني بمعنى اخر. اكزاكتلي. اوكي، انا عنيت بمعنى اخر. اوكي. ثاني توقع، رح يتم اعطاء المراه اللبنانيه حق منح الجنسيه اللبنانيه لاولادها. حلو. وهذا الشيء اللي كنا عم نشتغل عليه سوا، ان شاء الله يتحقق. هيدا بده حرب، ما بده توقع.
على كل حال ان شاء الله بده ثوره. راح تشوفوني بالعام 2013 مقدمه نشره اخبار بتجربه مهنيه جديده. ولما لا نرى الان عينه من ذلك؟ طبعا تفضلي. وما رايكم؟ تفضلي كريستينا. هل اصلح؟ نعم طبعا. هل اجرؤ؟ بس بشرط انه ما تقولي لنا على راي البعض وسقط 5 قتلى وعشرة جرحى لانه ما فينا هيك بطل اخبار. لا ما عندي منطقه عامل ايه يلا بدك بروح لا لانه البعض بصير غشي بطل اخبار يعني. الاتراك رح يدبلجوا اعمالنا الدراميه واخيرا وهيدي طبعا امنيه مش توقع. هيدي زقفه بس هيدي مهمه كثير. ومطربه لبنانيه في هوليوود بطله بفيلم سينمائي عالمي. تاكل هوا تاكل هوا شو حلو. بس مطربه بكل ما نتكلم من معنى بس على امل لانه قالين طلع شوي شوي في غيرها بالصاروخ. مش مطربات الجسد مطربات على كل حال هي جامعه اثنين الجسد منه شيء بشع حلو اكيد يبينها. لا احنا بعصر الصوت والصوره اثنيناتهم مهمين بس عم بحكي انه واحد بده يكون عنده كمان اصول الصوت والمغنى وفيها تكون هي ذاتها اللي عملت حالها محبوحه بحلقة فيها تكون هي ذاتها اللي عملت حالها مبحوحه بحلقه بدون زعل كمان. هلا انا عامله حالي مبحوحه عم شد وقتها احكي مانك حاسه علي. اعطيني جمله اخباريه واحده بطريقه اخباريه طالما بدك تحكي عن مذيعه اخبار. يلا مع الطريقة تبع اللي عم بيعملوا اخبار بطريقة مش عاجبتك تمام بننتقد. يلا على الكاميرا اجتمع شرب الخليل ساقطة معقولة ساقطة ساقطة أو ساقطة حدي لا لا بليز هيدي الكلمة هيدي الكلمة الوحيدة اللي بكرهها باللغة العربية راسبة مثل كريستين كريستينا هيدي كلمة ساقطة الوحيدة اللي بكرهها باللغة العربية بتعرفي ليه؟ بتعرفي ليه؟ بدك هيدي لأنه ما في مذكر عليها جون جدون ما في ساقط ما بقولوا شرب الخليل ومعهم الجميلة والأنيقة المطربة اللذيذة للنحو هو ضيفة الشرف كالعادة الكاتبة والمقدمة المتألقة ريما جون توقعاتي خطرة شوي أنا بس إنه رح جرب يعني رح أقول مثل ما شفت هيدي هيدي يعني صور تجي على مخي انا ما بقدر بدي اقولها مثل ما هي وبليز ما منقطشك ما هيك احمد الاسير وفضل شاكر لجنة حكم الأصوات الجميلة في برنامج سلفي دويتس. طلاق مفاجئ للوجه المعروف يلي رافق اللبنانيين والمؤسسة اللبنانية للإرسال من زوجته النادرة ويلي فاجأنا جميعا لدرجة رح يخسر فيها كل شعبيته والأحلى من هيك رح يرجع يتزوج من نفس العائلة بس العروس بطول 60 سنتي وإذا بعدكم ما بسمي. لا مش عارف شو المقدم توني بارود. خير. خير. شو بو توني؟ يصير عنده فريق باسكت أولاد. ما بعرف. شو بو توني؟ هذا اللي أنا شفته. إيه شو بو توني؟ أنا قلت إنه بده يطلق وتجوز واحد طوله 60 سنتي بس من نفس العائلة. هاي المشكلة. من بيت سوايا؟ من بيت سوايا ما بعرف. في حدا يا جماعة من بيت سوايا 60 سنتي؟ قالوا لي في هلا أنا محلك اسمها إيفيت سوايا بكلف بكلف الجناح العسكري يضب كل السوايا الجناح العسكري السوايا ست مريم نور بال 2013 رح تتخانق مع المهاريتشي الهندي ومكيفه رح تفتح مطعم همبرجر بجبال. هاي صور صور يعني ما حدا يجرب هاي صور بتيجي على مخي انا. بالاشرفيه رح يصير في 9 مولات جديده بدبي 13 بجوني 7 بجبال 12 والاجمل انه هالمولات رح تكون وجدت حل لمشكله السير والعجقه. ما هيك هو انه العائله بتتسوق وفي لها سويت بترتاح فيها ثاني يوم. بضلوا هونيك بضلوا هونيك اوكي كثير منيح حلو شغله بيسكنوا هونيك. وبعدين هلا هذا التوقع بفضل ما اقوله لانه هذا التوقع خطير شوي. لا ولا اذا بدكم نقوله يعني بليز قولوا بليز فناء العالم بال 2013 لانه بال 2012 ماما زبطت تأجري على رأيك ونعيدها ايه شربي يلا عندك انا؟ ما توقعوا كل شيء كنت بدي اتوقعه ما بعرف لا خلينا نشوف الا ما يكون في شيء عندك جديد هلا مثلا شو اسمه في الاتحاد الانصهار التحالف الوحدة الذوبان بالآخر عنوان العلاقة بين ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف في 2013 هلا بيغاروا الباقيين
سيطلقون التوقعات تحت اسم موحد ميشيل عبد اللطيف حايك ليلى. طب ليك سوني ما تغالي وين محله من الاعراب ولا نسيته؟ لا ما هيك مع احترامي له بس انه عم نحكي عن ال نوستراداموس نو في جام جام ذهبيه في برونزيه ذهبيه في انه ليفلز في ليفلز اي نو هيدي الجام الذهبيه اوكي مثل ما كانت الزهره العجائبيه بال 2012 الحدث بمعراب كذلك بال 2013 رح نشوف بسما معراب الدعويقه العجائبيه الحكيم رح يقفز بالجو ليلقط الدعويقه وتمرق رصاصه من تحت هلا اخر توقع فني هيدا هيدا فني القطط الحسينات يعني مثل ما بنعرف بيقولوا بتشربت بشهر شباط مزبوط بتشرعب لما تكون عم تعمل شيء على وزن شيء ممنوع يطلع لنا توت خلي الحديث بلش لا شربت اوكي اوكي بلش اوكي طيب اوكي اوكي بتشربت نحن عندنا بكسروان بنعرف انه شربتوا الحسينات بشباط اوكي اوكي طب بتشبط على اساس بتشربت بتشربت لكن مريم كلينت عنتر راح يشربت 12 شهر بال 2013 هودي توقعاتي هودي توقعاتي بال 2013 اوكي هلا بسلم عليها لمريم مريم ايه لا اكيد مش مريحه مريحه وعلى وروحة رياضيه ايه اكيد هادي قال بسلم على بسينتها لا مريم على عنتر اوكي خلينا نشوف هالمره بطلت اعرف خلينا نشوف مين بده يكون من نصيبه يقعد مطرح هلا يلا تفضل هلا مع انه طبعا هالمطرح ما بيليق الا لريما بس حبيت اليوم انه ناخذ مطرحها نحن للضيوف شوي صغيره وكل واحد منا يسال اسئله اذا شوي كثير بيصير لي شيء لا 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 بيتسرع عنك وخاصه انه حبيت تكرمنا باخر حلقه فرح ابدا بالين الين هذيك الساعه سالك شوي سؤال بيشبه سؤالي جان انت من عائله فنيه طبعا عريقه بس هل هالشيء حتى عبء عليك او ساعدك بانطلاقتك الفنيه؟ انا كنت دائما اقول انه عائلتي يعني اذا بدك وضعي انا بهالعائله هو سيف ذو حدين يعني من جهه عبء لانه مسؤوليه انت بتحملي هالمسؤوليه قبل ما انت حتى تصيري محترفه يعني باي شيء بدك تعمليه بذات الوقت بيسهل عليك الطريق لانه اسم بيحترموه الناس بيحبوه ناطرين يعني اذا بدك يشوفوا هل انت عم بتكملي مسيره معينه فانا جربت اخذ الناحيه الايجابيه منه بس ما بيمنع انه الناحيه السلبيه اللي هي هالمسؤوليه الكبيره اوقات كثير بحسها اكبر مني يعني بحسها هيك بتحملني هم بس عم جرب قد ما في ضل محافظه على مستوى معين لو ببعض الاحيان بحس بدي استسلم بس برجع بقول لا انه الا ما اشتغل على حالي وضل محافظه على هالمستوى على كل حال نتمنى لك كل التوفيق شو ما عملتي عم يلبق لك ميرسي جان هل تجرؤ وبوجود شرب الخليل انك تطلع شي يوم من الايام من عباية شرب الخليل مثل ما طلعوا زملائك؟ ليكي هذا السؤال مش اول شخص بيسالني اياه انا مش تحت عباية شرب الخليل انا بشتغل انا وشرب الخليل نحن اسسنا البروجرام سوا وقت كنا بالجامعه وطلعنا من الجامعه والتقينا شرب انا مش بس بشتغل انا وياه يعني انا بعتبره خي انا وحيد ثقبت خلقت بالحياه وبتطلع انه ما عنديش حدا بيقربني بخصه وانا وحيده بقربك ايه وانا كمان بس حلو ثقب انه شربل فنيا ويعني اذا بدك تقولي يعني من واحد بيختبر الثاني بالجامعه بتجي نفسيته واخلاقه وطبعه وكل شيء لقيته شبيه بعائلتي يعني انا مثلا كيف امي ربتني هيك امه ربته فلذلك انا مش تحت عبايته والدليل انه انا هلا في كثير حيربوه كمان في كثير حيربوه على الحديث يطلب مني اشياء كثير انا بستشيره فيها شو رايك هي بتوطيني او بتعليني
فانا اخده بالنسبه لي مثل بحياتي، مش انه اشتغل مع عنده يعني. بس شربل، نعم. نحن بنعرف انه التاريخ دائما بعيد نفسه، وحضرتك بتتكل على الاوضاع حتى دائما تبني هالسكتشات عليها. امتين شربل الخليل بخاف يوقع بالتكرار؟ كل يوم، كل يوم عندي هاجس اوقع بالتكرار، ومرات كثيره بكتب سكتش وبحس كانه الفكره مرقه براسي من 10 سنين من 15 سنه. بعيط لجان وكلود اللي اكثر شيء بقيوا معي، انه لهم معي 17 سنه، او باميلا لها معنا 15 سنه، بسالهم انه هالفكره عملها انا شيء قبل؟ يعني تما اكون ولا مره كررت نفسي او اذا ما بتتفرد مثل ما عم بيقول جان مزبوط انه على طول على تعاون سوا بالمواضيع. اكيد بسالهم عن لا التعاون بالكتابه، لا بكتب وحده هودي. لا عم بحكي تعاون بالافكار، بتعاون انا وياهم، هن اخوتي وانا اخوت وانا خيو، يعني انا ما في حدا بيشتغل عندي، كلهم اصدقاء ونحن عائله وحده. والدليل انه مثل ما قال جان لنا 17 سنه سوا، واذا بعدنا بهذا الدومين 17 سنه اكيد 17 بنكفيهم سوا. المهم هي تكون النوايا طيبه والقلوب نظيفه وبيضه. بالضبط، ثاقبت انه قلب جان منيح ومثل قلبي انا، واتفقنا ما طلع في خيانه وطعم بالضحك. ان شاء الله على طول بتضلكم هيك متماسكين وما حدا بفوت بيناتكم. رم رم، تساليني الي ولا مسأليني؟ عندي سؤال لك بعدين نروح لعند الضيف. ريما معروفه بجرأتك خاصه عن المواضيع اللي بتتناول المراه. هل يا ترى رح تغلب ريما الكاتبه على ريما المقدمه؟ انا ما مصنف حالي اول شيء كاتبه، يعني بصنف حالي بعدني بالبدايه، بس بحسب اللي نحن بنقراه نحن بنصنف كاتبه. فيك تعيدي الجمله؟ لا بتعرفي هو لما شخص بيكون بحب اكثر من شغله، هند اثنين بغزوا بعض، يعني ما في شيء بيلغي شيء، بالعكس اذا كتبتي شيء حلو بتصيري تعرفي تحكي شيء احلى، واذا حكيتي شيء حلو بصير يهمك تكتبيه، فبتصور الاشياء بتكمل بعضها اذا شخص ما عم يعمل اشياء متناقضه او كثير بعيده عن بعض. فما بفكر بمين غلب مين او شو غلب، المهم اثنين يغلبوا الكل. هن على كل حال بيكملوا بعض، اثنين بيغلبوا الكل. سمعت جواب يطلع ريما وكركة بيغلبوا الكل. لا والله عم بمزح انا، بس بدي جواب في رمروم. ناطره سؤال. اوكي، عندنا سؤال لريما ضيفتنا بالاستوديو. ريما سؤالي بيقول اي متى يا ترى برايك رح نتعلم نصير قلب واحد ونورث اولادنا بلد مش مزرعه؟ في هذا الحلم، هيدي التوقعات، هيدي الامنيات. صعبه، بتعرفي ما كثير رح نعيش الاحلام لما الام بتعرف تربي من قلب البيت، مننطلق على المحبه والخير ونتقبل الاخر مع طايفته مع انتماءاته مع الوانه، ساعتها بنوصل للي انت عم تتمني. بس انا بشوفها كثير صعبه. بس بدي لك شغله، كثير لبق لك تحاوري، يعني مش لبق لك ابدا بدون زعل الاخبار السياسيه، بس كثير لبق لك تحاوري، يعني عم تطرح السؤال باحتراف بدقه وهيك عم تغلغلي على نفسيه الضيف ومشروع محاورة. هي من زمان مشروع، بس انا مشروع مقدم من زمان، بس ان شاء الله. بس على كل حال تطلع الاخبار السياسيه عسل كمان، ليش لا؟ اي حبيت. اذا بريك وبنرجع مع ريما. هيك هيك عم نتوقع وعم نتمنى. انا بقول لهالسنه اللي جايه وهالعيد المجيد عندي توقع انه كل الناس تعيش مثل بعضها، ما حدا احسن من حدا. فبمعاشك بالقدره اللي انت بتتعب وبتركض من الصبح لعشيه لحتى توصل لإلها تقدر تكتفي وتعيش مرتاح، ويكون الهموم اقل، الظلم اقل، العداله اكثر، وما حدا احسن من حدا. هيدا توقعي لل 2013، يا ريت.